إذن أينما كنتم مشاهدينا الكرام مساءكم سعيد، أنا هند بومشمر أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الملعب على قناة كل العرب قناة MBC. مواضيعنا لهذه الليلة جد متنوعة، إلى العناوين: تعادل عادل في الدربي الرياض بين الهلال والنصر، وكيف كانت ردود الفعل الهلالية والنصراوية على التعادل المثير، الأهلي يتعادل مع الرائد ويفشل في مهمة تقليص الفارق مع قطبي الديربي، في مباراة الدراماتيكية مثيرة الفتح يقتنص نقاط الحزم في اللحظات الأخيرة، المستشار تركي آل الشيخ يفوز بجائزة الثقافة الرياضية للشخصية القيادية، ديربي الرياض يشعل وسائل التواصل ويتلقى الإشادة من الفيفا، والمزيد في أخبار الصدى. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة ديربي بغداد بين الطلبة والزوراء، والشارقة يؤكد تألقه ويقصي الجزيرة من الدور الأول من كأس رئيس الدولة الإماراتي.